من القاهرة أرحب بالدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة. يا دكتور إسلام أهلا بحضرتك. حتى قاعدة المسافة الآمنة أو التباعد الاجتماعي التي كنا نعول عليها كثيرا واضح أنها ليست بالفعالية الكافية، ماذا نفعل؟ تمام، خلينا نبتدي بان فكره السعال بيوصل لمسافه قد ايه هي فكره قديمه واتنشر عليها ابحاث من عشرات السنين. الدراسه حتى نشرت حديثا في الجامعه وهي مجله علميه مرموقه للغايه، يعني هي بتاكد نفس الكلام. هو العطس الحاد مش عطس عاديه، بيطلع منها جزيئات كبيره الحجم وجزيئات صغيره الحجم. الجزيئات كبيرة الحجم هي اللي بتوصل لمسافة تقريبا من متر لمترين، بعد كده الجاذبية الأرضية بتاخدها وتنزل على الأسطح، ومن هنا طلع فكرة إن إحنا محتاجين ننظف الأسطح وبتقعد عديها على الأسطح لغاية 9 أيام وهكذا. الجزيئات الصغيرة اللي هي ممكن توصل زي ما كان التقرير بيقول لمسافة 50 كيلومتر في الساعة أو ممكن حتى لغاية 100 كيلومتر في الساعة، بتطلع في خلال سحابة البف، ودي ممكن توصل لغايه 8 متر. الدراسات دي قديمه. هو السؤال اللي بيطرح في الدراسه، هل جزيئات فيروس كورونا المستجد ممكن ان هي تعدي بالجزيئات الصغيره ولا اللي بيسموها الفيروس او الايروسول؟ فالفكره كلها ان لغايه دلوقتي حتى الدراسه ما طرحتش اثبات ان هي فعلا بتعدي. الدراسات بتاعت المركز مكافحه العدوى السي دي سي والدبليو اتش او بتقول ان جزيئات كبيره الحجم هي اللي عندها قابليه للعدوى، والجزيئات الصغيرة لا، الجزيئات الصغيرة دي مع عادة ذلك انه في بتتطاير الوقت في الحالي يا الهواء. دكتور نحن لسنا بحاجة لكي نزيد من مسافة التباعد الاجتماعي، ام يجب علينا، لان هي قيل انها 4 أضعاف المترين، ولا نبقى على ما نحن عليه الى الان على الاقل؟ بالظبط، هي بتوصل ل 8 متر بس ده العطس الحاد، العطس الحاد بيوصل 8 متر، ودي معلومة موجودة حتى في كتب الأطفال في المدارس. الفكرة كلها إن هل الجزيئات دي هتعدي ولا لا؟ مفيش اجابه على السؤال ده، لكن لو بصينا من وجهه نظر بحثيه هنلاقي ان لو كانت بتعدي في مسافه 8 متر وجزيئات الصغيره فعلا بتعدي، كان زمان معدلات الانتشار والعدوى بقت اكتر بكتير من اللي احنا شايفينه دلوقتي. انا بس عايز حضرتك توضح لي يعني ايه عطس حاد وعطس مش حاد، لانه اعتقد ان اغلبنا متحير الان، ما هو العطس الحاد؟ العطس الحاد، وخليني حتى اوريك ان حد بيعطس بكل قوته بيرجع لورا ويبتدي يعطس في اتجاه اعلى شويه، ده عطس حاد. دي العطسه اللي ممكن تعدي تقريبا 70 ل 100 كيلومتر في الساعه وتوصل لغايه 8 متر الجزيئات الصغيره بتاعتها. يعني حتى واحنا بنتكلم دلوقتي بيطلع جزيئات من الفم طبعا، لكن ما بتطلعش مسافه عاليه. ده بيطرح فكل فكرة الكمامة يا دكتور إسلام الآن، لأن البعض قال إن هي ليست لها فائدة، بالعكس هي تحتفظ ببخار الماء، يفضل ألا ترتديها إلا إذا كنت فعلا مصاب. الآن مع هذه المعلومات الجديدة، هل من الأولى أن أرتدي كمامة تعتقد؟ الطاقم الطبي لازم يرتدي كمامة. أي مكان مزدحم ما أقدرش أحافظ فيه على مسافة اللي هي أقل من 200 متر محتاجين كمامة. الشخص العادي اللي كده كده سايب مسافه امنه مش محتاج كمامه. فكره ان الفيروسات، وده حتى في الانفلونزا وكان موجود في سارس، تنتقل بالجزيئات الصغيره، هي فكره قائمه بقى لها يعني عشرات السنين. لكن العدوى عشان تتم محتاج ان يبقى فيه كم معين من الفيروسات، غالبا اكتر من 10 مايكروميترز الحجم بتاعها السايز، وان هي تبتدي يبقى موجود منها بكثره اللي هي جزيئات كبيره. السارس هو اللي كان فيه مشكله ان الجزيئات الصغيره فيه ممكن تعدي، الانفلونزا كذلك، لكن لغايه دلوقتي كل الدراسات على فيروس كورونا المستجد ان المرض ما بيصابش الا اذا كان في متر مترين للجزيئات الكبيره بتنزل على الاسطح. فعموما الاحتياطي للاطقم الطبيه ان هم ياخدوا احترازاتهم، فان لازم يرتدوا كمامه طبيه. الاشخاص العاديين مش المفروض ان احنا نفزع من الدراسه دي، الدراسه دي قديمه، يعني هي اعاده نشر الحاجه لنفس الباحثه كانت نشرتها في 2014، اعاده نشرها من كام يوم. بس وفي اتصور ان الاخر هي هي مفيش شعبيتها كونكلوجن كبيره جدا دلوقتي، لان جدا اعاده النشر الجميع مهتم